ما بعرف عن جد. بهدلتن اتنيناتن، قلت لها خديه خديه، إذا حاببتيه خديه، بقتله وبضربه وبسكره وشخيره، خديه. قلت لها خديه، مبروك عليكي. ما عم اقدر صدق. إلا إنه فقعت معي. ادهني شي على وشك بلا ما يلتهب. معقول؟ يعني كل شي عملته تصوري بقى فوقها كمان التهابات. بدها تخليه لأنه علامة النصر، تركيا. أمي. أمي؟ كيفكن؟ أهلين أمي. ما حسينا عليك. لأنه كنتوا عم تحكوا. ليك؟ رحت أخذت حقي من هالفلتانة. على شوي كانت هدت الدكانة فوق روسون. ما قصرتي. زاهر وينه؟ ما إجا معك؟ لا، بس جايب معي ضيفة. مرحبا. هاي ليلى، رح تضل عنا فترة. أهلا وسهلا. يلا شرف، بس ما تكونوا مشغولين بشي. لا يلا. زاهر شو؟ سبقني هلا بشي وراك. شو صار؟ بس 5 دقايق. شكرا، من جديد سكننا. بعرف، ان شاء الله بتتهنوا. يعني ليش ابليا هلا قدام وشي؟ انا كل هالوقت بسايرن وهن ما بيردوا علي بالمره، رح يجننوني. يعني اكيد بيكونوا مجبورين. نحن شو دخلنا؟ لا تواخذوني، اجينا بدون ما نعطي خبر، بس يوسف أصر. اي ولا يهمك، اهلا وسهلا فيكي، شرفتي. ضيف يوسف ضيفنا كلياتنا. اهلين زاهر. اهلين. تعالي لفرجيكي غرفتك. معك أغراض؟ لا، لأنه اضطرينا نجي فجأة. أنا قايمة ساعد أمكن، ما كنا متوقعين يجينا ضيوف. ما طلع شي بالقبر. قلنا عمر. وشو عملتو؟ رحنا على مديرية الأمن وأخذوا إفادتها. قدمت ادعاء ضد عصمت، وطبعا وقفوا. لقوا بالبيت كومة أسلحة وكلها مو مرخصة. عم تحكي جد؟ بس ما رح يطولوا بالحبس، وبكره بتشوف. يعني هيك ما استفدنا شي، رح يعادوا ليلى وبس. اوف. وانت ليش جبتها لهون؟ لوين بدي اخدها يعني؟ ايه طيب روق وفهمني، هون في ميرنا وامي وستك، معقول يعني تجيبها لهون؟ حتى لو كنت مضطر. لازم تبقى هون كم يوم، ما معها مصاري، بعدين بنشوف كيف بندبر راسنا.
خلص حطي من ايدك انا بساويها. وينه؟ اهلا وسهلا. عم قول صارت وصارت، جيب رفيقتك انت كمان. شو هالحكي هاد؟ بدي احكي على كيفي، فهمت؟ سهيلة تركي من ايدك انا بساوي. خدي راحتك، واذا لزمك اي شيء بتخبريني ماشي؟ شكرا كثير ميرنا. العفو، رايحه ساعد ماما. بعرف إنه بحياتي ما حدا اهتم فيه بهالطريقة هي، ولا حدا أبدا، حتى ماما تركتني وراحت. أول ما شفتك حسيتك إنسان، حسيتك إنك مختلف كتير. حظي حلو لأني عرفتك. شكرا كتير يوسف، شكرا كتير. خلص ليلى ولا يهمك. خليل لهلا ما اجا؟ ليش هو جاي؟ نحن اجينا مع بعض. ها؟ قال لي دقيقة ولاحق. لوين راح؟ بيكون راح يجيب شي يا بنتي. بركي بيعرف حدا من الجيران اللي مقابلنا، لأنه راح لهداك الطرف. خليل؟ عمري؟ وينك؟ قال لي زاهر اجيتوا مع بعض. ميرنا طلعي على البلكون حبيبتي. ليش؟ أنا طلع على البلكون. هون ميرنا أنا مواجهك. شو عم تعمل عندك؟ ما عرفتي؟ نحن صرنا جيران ميرنا. ليكون اشتريته؟ اشتريته؟ ايه هيك أحسن، بيصير قريب منك وعلى طول بشوفك. ما عم صدق. خليل اشترى البيت يلي قدامنا. هاد البيت إليك. بعدولي شوي.